الأحنف بن قيس يقول، هذه لازم نعيدها حتى لعلها تكون درسا للجميع: دخلت على معاوية فقدم لي من الحار والبارد والحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قدم لي لونا ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ قال: مصارين البط محشوة بالمخ، قد قلي بدهن الفستق، وذر عليه الطبرزد. فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت عليا رضي الله عنه صلوات الله عليه بين أنا عنده وحضر وقت إفطاره، فسألني المقام إذ دعا بجراب مختوم، قلت: ما في الجراب؟ قال: سويق شعير أو سويق شعير. قلت: ختمت عليه؟ خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به؟ قال: لا ولا أحدهما، ولكني خفت أن يلته الحسن أو الحسين بسمن أو زيت. قلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس، لئلا يطغي الفقير فقره، أو كي لا يتبيغ بالفقير فقره. فقال معاوية: ذكرت من لا ينكر فضله. حتى معاوية يشهد بالحق أحيانا، يجري الله على لسانه الحق. الآن من يتحمل مسؤولية هذا الطغيان الذي بلغه معاوية عليه اللعنة؟ من؟ احنا عرفنا كيف يطغى الإنسان إذا استغنى، إذا ملأ بطنه. شوف، أمير المؤمنين عليه السلام ربى شيعته على ماذا؟ على لا يملأوا بطونهم، شوية يجوعون أنفسهم، شوية يقاسون حتى لا يطغوا. معاوية ما كان هكذا، عرفنا هذا، ولكن من المسؤول عن إيصال معاوية إلى هذا الموقع حيث أمكنه أن يملأ بطنه بعدما كان صعلوكا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إنه هذا الشخص اللعين، هو من يتحمل المسؤولية، عمر بن الخطاب، هذا الذي يتحمل المسؤولية. كمقدمة إخواني، قبل أن أبين كيف يتحمل عمر المسؤولية، أريد أن أذكر بأمر غاية في الأهمية. عمر هذا كأنه كان يعمل وفق سياسة خبيثة لهدم الإسلام من الداخل. كيف تدرك هذا؟ من مواقفه، من تصرفاته، من أفعاله. يعني مثلا لاحظوا جيدا وانتبهوا، نحن قلنا سابقا أن هنالك ما يمكن أن نسميه علاقة تخادم معرفي بين القرآن والعترة. بمعنى، إذا أخذت بالقرآن الثقل الأول وزويت العترة الثقل الثاني فإنك تضل. لماذا؟ لأنه القرآن أنت تحتاج إلى تفسيره، إلى من يبين أحكامه، معارفه، حقائقه. هذه تأخذها ممن؟ ممن تأخذها؟ يجب أن تأخذها من العترة. إذا أخذتها من غير العترة فمعنى ذلك أنك أوقعت نفسك في الباطل، وهذا ما حصل عند المخالفين. زووا أهل البيت الطاهرين عليهم السلام وأخذوا تفسير القرآن ممن؟ من أناس آخرين.
فبدأوا يفسرون القرآن وفق أهوائهم أو وفق ما سمعوه من أهل الكتاب، فسربوا هذه الإسرائيليات في أوساطنا. وكان هذا بحثنا على مدار 30 ليلة السنة الماضية في شهر رمضان، هذا البحث الطويل عن كيفية دخول الإسرائيليات وتهويد الدين الإسلامي، وكيف واجه الشيعة ذلك. الشيعة السلسلة تقريبا كانت بعنوان الشيعة في مواجهة تهويد وتحريف الدين الإسلامي، قصة كفاح تاريخية. جاءوا يسمعون من كعب الأحبار، ابن عباس مثلا يسمع من كعب الأحبار ويحشي لك التفسير بما جاء به كعب الأحبار، فصارت انحرافات خطيرة، صار ضلال. كذلك إذا أخذت بالعترة الثقل الثاني وزويت الثقل الأول، لم تلتفت إليه للقرآن الحكيم، أيضا تضل وتهلك. أحاديث أهل البيت عليهم السلام لابد أن تعرضها على القرآن، فما وافق القرآن تأخذ به، وما لم يوافق تذره، تتركه، ترده إلى أهله. هكذا علمنا الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذن هنالك تخادم معرفي، وإلى هذا التخادم المعرفي أومأ الأئمة ومن قبل رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين الشهير المتواتر. وها هنا سأنقل لكم حديث الثقلين برواية أهل البيت عن جدهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أدق من حديث الثقلين الذي يرويه أهل الخلاف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب، عليها يستدير محكم القرآن، وبها نوهت الكتب ويستبين الإيمان، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وعجز فرجهم والعن أعداءهم. وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها: إني تارك فيكم الثقلين، الثقل الأكبر والثقل الأصغر، فأما الأكبر فكتاب ربي، وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي، فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما. الإمام الصادق عليه السلام الذي يروي هذه الخطبة عن جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في نفس المصدر يقول في تفسير العياشي عن كليب الأسدي، يقول الإمام الصادق: ما أتاكم عنا من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. باطل إذا حديث عن الأئمة عليهم السلام معارض لكتاب الله لا يصدقه كتاب الله، هذا حديث باطل.
الآن كيف تميز أنه حديث يعارض حديث لا يصدقه كتاب الله؟ هذا يحتاج إلى فقاهة، يحتاج إلى تفقه. ولكن النتيجة التي نريد أن نثبتها هنا هي ضرورة هذا التخادم المعرفي. القرآن معرفيا يخدم العترة فهم قطب القرآن، والعترة معرفيا تخدم الكتاب فإن الكتاب يصدق حديث العترة ويكون كالميزان الذي به توزن الأحاديث ليؤخذ منها الموافق للكتاب ويرد المعارض له. تخادم، توازن، تأخذ بالكتاب وتقطع العترة أنت ضال، تأخذ بالعترة وتقطع الكتاب أنت أيضا ضال. لابد أن يكون لديك الاثنان معا، لابد أن تتمسك بهما معا كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما معا. ماذا صنع الطاغية الثاني؟ أراد أن يقطع يقطع ما بين الكتاب والعترة، هذه العلاقة فيما بين الكتاب والعترة يقطعها فيقع الضلال في الأمة، ينهدم الإسلام. كيف يقطعها؟ بأن يرفع هذا الشعار حسبنا كتاب الله، لا نريد العترة بل ولا نريد السنة، لأن الطاغية الثاني إنما قال هذه الكلمة متى؟ لما أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب لهم كتابا لا يضل بعده أبدا، ولا ريب أنه سيوصي في هذا الكتاب باتباع أهل بيته عليهم السلام، لأن اللفظ الذي استعمله النبي هو ذاته الذي استعمله في حديث الثقلين، قال لن تضلوا أبدا، هنا أيضا يقول لن تضلوا أبدا، نفس الكلام، نفس لحن الكلام. الطاغية الثاني أدرك أن الأمة ستبقى على هدى إذا ما اتبعت الثقلين وتمسكت بهما، فعمد إلى أي شيء؟ تعمد القطع بينهما بقوله حسبنا كتاب الله، نحن نرجع فقط إلى كتاب الله، لا نريد العترة ولا نريد حتى السنة. هذا معناه ماذا؟ أن الضلال سيفشو في هذه الأمة، وكان عمر مدركا لهذا تماما، فإن له حديثا آخر سبق وألفتنا إليه، هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم 303 في الصفحة 132 عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بلحيتي، النبي أخذ بلحية عمر، وأنا أعرف الحزن في وجهه، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أتاني جبريل عليه السلام آنفا فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قلت أجل إنا إليه راجعون فمما ذاك يا جبريل؟ قال إن أمتك مفتتنة بعدك بقليل من الدهر غير كثير، فقلت فتنة كفر أو فتنة ضلالة؟ قال كل سيكون، قلت من أين ذاك وأنا تارك فيهم كتاب الله تعالى؟ قال بكتاب الله يضلون
وأول ذلك من قبل أمرائهم وقرائهم. أي نعم، من الممكن أن يضل الإنسان بكتاب الله إذا عزله عن التفسير الصحيح، والتفسير الصحيح ممن يؤخذ؟ من العترة الطاهرة صلوات الله عليه، من الثقل الثاني، فإنها على حد سواء مع القرآن. هذا معنى أصلا قول النبي وتعبيره عنهما بالثقلين، ثقلين يتوازنان، كفتان متوازنتان. فإذا أهملت الثقل الثاني وأبقيت الثقل الأول فقط، فهذا معناه أنه من الممكن أن تفتح باب الضلال لهذه الأمة، وقد افتتح. وأول من يفتحه من؟ الأمراء. وأول ذلك من قبل أمرائهم وقرائهم، قراء القرآن أي الفقهاء. هؤلاء يضلون الناس بكتاب الله. السؤال الآن، كل هذه المذاهب والطوائف المنحرفة شيوخها دعاتها بماذا تحتج؟ بكتاب الله. ليل ونهار يصعد المنبر يتكلم بالآيات، ولكن أية فائدة؟ آيات يفسرها على غير وجهها تؤدي إلى أي شيء؟ تؤدي إلى الضلالة. بكتاب الله يضلون النبي صلى الله عليه وآله، ويقولها لعمر وقد شده من لحيته، والرواية عند المخالفين، وفي كتاب شهير عندهم، كتاب السنة لابن أبي عاصم. فإذا عمر كان يدرك جيدا، سمعها من النبي، أن القرآن لوحده لا يكفي، لا بد من المزاوجة بين القرآن والسنة المتلقات عن الثقل الثاني، عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم، والتمسك بهما معا حتى لا تضل الأمة. فلماذا عمد عمر أو تعمد أن يقطع الثقل الثاني؟ لأنه أراد هدم الإسلام من الداخل بإضلال المسلمين وتحريف دينهم ومسيحهم.